في واقعة ابتزاز عائلية قام شاب باستخدام رقم هاتف غريب لابتزاز فتاة من عائلته. طلب الشاب الفتاة بدفع 10,000 دينار مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. إليكم تفاصيل القصة. كشفت مديرية من بنغازي واقعة ابتزاز شاب لفتاة في عائلته من رقم هاتف غريب للحصول على 10,000 دينار مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد علم أخي الفتاة بالأمر توجه مع شقيقته إلى قسم التحرية العامة للإبلاغ ضد شخص مجهول الهوية يقوم بتهديده وابتزازه بصور لشقيقته عبر تطبيق واتساب طالبا 10,000 دينار مقابل عدم نشرها. وضمن خطة لإنجاح عملية الإيقاع به اتفق الشاكي مع المطلوب على وضع المبلغ في صندوق سيارة في الوقت الذي كان أفراد الأمن يراقبون المكان ليتم ضبطهما قرب مستشفى الجلاء، حيث تبين أن الأول من مواليد 1987 والثاني من مواليد 1995 وهما ابنا عمة الشاكيين. المتهم الأول اعترف بأنه حصل على صور من أهله وتخلص من رقم الهاتف المستخدم في الابتزاز وحذف جميع الرسائل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.